نعم. فضيلة الشيخ، اعتلاء الإمام المنبر يؤذن معه الأذان الثاني فيصلي النساء على هذا الأذان، فكيف إذا أذن قبل دخول وقت الظهر؟ هل إذا صلى النساء تكون باطلة صلاتهم مثلا أو يؤخر؟ نعم. نعم. أولا ينبغي للإمام أن لا يأتي إلا بعد زوال الشمس ولا يتقدم، لأن هذا هو الوقت المتفق عليه عند العلماء. فإن من العلماء من يقول إن دخول الإمام قبل الزوال إذا خطب قبل الزوال لا يجزي، فالوقت المتفق عليه بعد الزوال، فيقال للإمام الأفضل أن لا تأتي إلا بعد الزوال مباشرة. وإذا كان بعد الزوال مباشرة وأذن فقد دخل وقت الظهر فيصلي النساء في البيوت صلاة الظهر، ولكن لا بأس أن يأتي قبل الزوال بساعة أو نحوها. وإذا أتى فليكن عند النساء في البيوت والمرضى في البيوت خبر بأن الإمام يأتي قبل الزوال فينتظرون. والآن والحمد لله الساعات موجودة، فيقال للنساء لا تصلين إلا في الوقت الذي كنتن تصلين فيه في الأيام الأخرى.